جيلاتي ده. بس ساقع يا حاجة، هو في حد ياكل جيلاتي في التلج ده؟ سنانك مش هتستحمل. كراوي ليا انت؟ انت فاهمة ان انا كحكحت ولا ايه؟ ايه انت اسمك ايه؟ ما انت سألتيني من شوية، انا اسمي انشراح. طب يا انشراح، حرام عليك ياما اللي عاملاه فيا ده ياما. انت مين يا واد انت؟ انا جابر ابنك ياما. وبعدين ايه الجيلات اللي في ايدك في الساقعة دي؟ هي اللي صممت والله، دي نشفت رقي معاها كده. يا جابر كده تسيبني قاعدة هنا وانا عمالة بلف عليك الحواري، وبعدين انت ما تستاهلش غير ضرب الشبشب. معلش حقك على ياما. يلا ياما نروح ياما. يلا ياما في عرضك، يلا نروح. طب يا اخويا يلا نروح. يلا خدي ده كام؟ انت بتديها فلوس على ايه؟ حق الجيلات اللي في ايدك ياما.